علشان احنا بنهتم بشياكة مطبخنا، عملنا مع بعض الرف التركي، والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض العلب التركي. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. لو عايزين تعرفوا انا عملت العلب التركي ازاي، تابعوني لاخر الفيديو. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وكومنت حلو على ذوقكم. يلا بينا مع بعض نشوف الفيديو. معانا هنا علبتين صفيح، ممكن يكون علبتين سمنة او علبتين لبن او علبتين قهوة المتوفر معاكي. ومعايا هنا بكيه ابيض انا خففته ببنزين وحطيت عليه اللون اخضر نقطتين كده اخضر. ومعايا هنا فرشة، هبدأ بقى ان انا ادهن العلبتين اللي معايا اهو زي ما انتوا شايفين كده. دي شكل العلب التركي بعد ما نشفت اهو، ده شكلها. دلوقتي بقى انا هحط لها الاكسسوارات عشان تبقى تركي تركي بقى. معايا هنا ده كوستر، ده كوستر انا هلزقه عليها، ودولت دي مقابض برضو ماشي هحطها على الغطا من فوق. يلا نشوف مع بعض اهو. هلزق الكوستر بمسدس الشمع هنا بقى المقابض ديت انا هحطها في الغطا من فوق. هنا بقى هلزق المقابض بالغطا من فوق. ده كده شكلهم النهائي. دلوقتي بقى انا هحط يعني دولت انا هعملهم للشاي والسكر. دلوقتي بقى انا هعملهم للشاي والسكر. هنا بقى معايا هنا برضو الستيكر التوابل اهو، ستيكر البهارات. هلزق بقى ايه كده هنا السكر اهو، وهنا الشاي في الناحية التانية الشاي. وده كده شكلهم النهائي زي ما انتم شايفين اهوت، العلب التركي بمنتهى البساطة، مفيش
مشاكل خالص، حاجات متوفرة موجودة عندنا، وفي الآخر النتيجة علب يعني ما بنستعملهاش بنرميها. وده كوستر كان موجود عندي، ودي مقابض المقبض ب3 جنيه، وفي الآخر ادوني المنظر ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، أشكركم وأشوفكم على خير وبخير يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. انتظروا مني كل ما هو جديد ومفيد على قناة فكرة للتجديد. انتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.